تفضلوا الاخوان شوفوا قاعه الجلسات الرئيسيه. تسمى بمكاتب أمامية أو بواجهة المحكمة حتى يعني ييسر على المواطن استفادة من الخدمات التي أتى من أجلها، يعني بدون أن يقوم بتجوال في جميع المحكمة الشاسعة نقدم له الخدمات في هذه المكاتب هذه اللي هي يعني مباشرة إلى مخرج المحكمة. هنا كيأخذ معلومات عن الملفات، كيأخذ الشواهد التي أتى من أجلها، يعني هناك موظفين يعني مستقرين في هذه المكاتب هذه الأمامية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4:30 زوال على الزوال لاستقبالهم والمد يد المساعدة. هنا هذه المكاتب تسمى مكاتب الأمامية للنيابة العامة لاستقبال الشكايات، لمنح المعلومات، للاستفسار، للتشكي، لرفع الاتصال بطلب القضاء. وهنا مكاتب ديال السيد الرئيس حتى هما استنساخ فكرة المحاولات في التعامل مع المعتقل والمرتفع عن ان الشبات الوحيد عندما يحتكر المحكمه يجب مخاطره واحده نهايتها في مرافق المحكمه، هنا يتم استقباله من طرف جميع او بعض المطلوب مختص بالصندوق خصوصا الطلبات اليوميه اداريه او ذات الطلبات مثل الصندوق السجل التجاري السجل العادي جميع الطلبات المركزه في هذا المجال، وهنا يمكن توجيهه كارشادات وكتوجيه يعني اما قاعه الجلسات او مكاتب الدار
الكفاءات والمقودات عند الاقتداء عند الاقتداء في حالات البوادر للاهتمام بالمرأة والطفل في السياسة الجنائية المغربية المعاصرة هو إنشاء فضاء خاص في المحاكم لتلقي شكايات النساء المعنفات وكذلك الأطفال. هناك مساعدة اجتماعية يعني مكلفة بهذه الخلية للعنف ضد النساء والأطفال تستقبل النساء يعني تتكلف بالإنصاف بالتوجيه بالاستماع بالمرافقة والمصاحبة ولتلقي العلاج. أنا جناح موظفين النيابة العامة من المكاتب ديالهم. دابا هذه المكاتب كلها التي تشتغل مكتب المحاضر، مكتب الشكايات، مكتب المحجوزات، مكتب كاع هذه المكاتب هذه تختزل هذيك الواجهة التي تكون فيها. بلا ما يطلع المواطن يعني تسهيل المواطن باش ما يبقاش هنا يقدم جميع الخدمات في الواجهة. محدد قانون الإصلاح الجنائية بدقة وبتفصيل. فيما يخص النيابة العامة. لا واش اختصاص باش اختصاص نفوذ ولا حيز مكاني. الحيز مكاني جات الداخل والداخل. لدينا خصوصية هنا في المحكمة الفدائية بالداخلة هو أن تتوفر على غرفة استئنافية. لماذا؟ لأن جهة الداخلة والدبس تبعدوا عن مدينة ليون بما يقارب 600 كيلومتر. 600 كيلومتر غدا تنتظركم رحلة 600 كيلومتر. فبالتالي جاء المحكمة الفدائية الداخلة تابعة من ناحية القضائية المحكمة الاستئناف نفوذ ترابي محكمة الاستئناف بالعيون. ولا يمكن أن نطلب من المواطن هو جهة الداخل والداب أن ينتقل 600 كيلومتر من أجل ملفات عادية بسيطة. فبالتالي ارتأت السلطات المختصة مجلس على السلطة القضائية الأساسية العامة أن يعني توفير جناح خاص في هذه المحكمة من أجل خدمة المتقاعدين بهذه المحكمة استئنافيا. هنا تأتي كل 15 يوما غرفة استئنافية هيئة استئنافية عبر الطائرة اهتمام الدولة نركز على اهتمام الدولة عبر الطائرة من أجل خدمة المتقاعدين كل مرة في خمسة للبث في القضايا الاستئنافية. توقيفهم وتقديمهم للنيابة العامة يتم استنطاقهم من قبل السادة النواب وكيل الملك. يعني هذو هما مكاتب الاستنطاق مع حضور السيد الموظف كتابة النيابة العامة لأجل تحريم محضر الاستنطاق. هنا يتم اتخاذ القرارات استنطاق المتهم اتخاذ القرار سواء من الايداع ديالو في السجن او بتابعة حالة سراح او بحفظ من السراح او الاحالة على سبقة التحقيق. لهذا كان الغرض من مكاتب السابقة قضاء التحقيق ان تكون قرب مكاتب التحقيق. المتهمون المقدمون مشتكى بهم او مشتبه بهم المقدمون امام النيابة العامة في حالة اعتقال يعني كانوا رهن الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية يتم وضعهم في هذه الغرف هذه يعني بالنسبة للإناث والقاصرين والذكور وهذا. بالنسبة للناس كيكونوا أشخاص مقدمون في حالة صراح وهم مشتكى بهم تكون هذه القاعة هذه التي ليست بقضمان لأنهم في حالة صراح. بمجرد أن يتوصل السيد وكيل الملك بمحاضر الضابطة القضائية يتم دراستها من قبله شخصيا ومن قبل السادة النواب. يعمل على يعني إحضار هذا المشتبه فيه أمامه يقوم باستنطاقه. بعد الاستنطاق يتم اتخاذ القرار في مصدر في المحضر. إذا تم اتخاذ قرار باعتقال المتهم لخطورة الأفعال المنسوبة إليه يتم إحالته مباشرة من هذه القاعة من هذه القاعة إلى قاعة المحاكمة التي رأينا سابقا. في حالة ما قدر أن يتم متابعته في حالة صراح يتم يعني منعه شهادة استدعاء فيها تاريخ الجلسة ورقم الملف ورقم القاعة ويحدد له تاريخ الجلسة ويتم إطلاق سراحه من هنا. يعني هذا هو غرفة عمليات المحكمة كيف قالوا الجرحية. أستاذ سؤال إذا في حال تقديم الجلسة الجلسة تكون يوميا عادة؟ هنا نعتمد على الإحالة الفورية يعني بمجرد أن يتم اعتقال المتهم في يومه يتم إحالته على الجلسة في يومه. لماذا؟ وما قد يتساءل البعض لماذا؟ لأن من بين حتى يتم بين ضمانات المحاكمة العادلة هي سرعة البت في القضية. من حق هذا المشتبه فيه الذي هو دائما يعني له قرينة المرأة يتمتع بها بصفة قانونية ودستورية من حقه أن يحاكم في يومه. لماذا؟ لأن السيد وكيل الملك أو قاضي التحقيق ربما قد يتم متابعة المتهم في حالة اعتقال ولكن قد ترتئي المحكمة تمتعه بالصراحة. لذلك يعني من الأولى أن يستفيد من الصراحة بصفة فورية. كذلك قد يعتقل وقد يدلي بالتنازل ويتم يعني محاكمته في يومه.
أما إذا تم تأخير الجلسة فهناك بعض الأيام التي سيقضيها في السجن من دون فائدة. هذا أول شكرا. حضور المحامي فترة الاستطلاع هل هو إلزامي أو ضروري؟ لا، بالنسبة للجناح هو غير إلزامي، هو يتم تمتيع المتهم بحقوق المنصوص عليها في المادة 66 قانون المسطرة الجنائية، والتي من بينها هو الحق في تعيين المحامي، يعني أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة نشعر بحقه، إن كنت تريد تنصيب محامي فلك هذه الإمكانية. قد يعني يصرح بكونه يريد محاميا، هنا نقوم بتمكينه من ذلك، قد يرفض، وبالتالي فإن ليست هناك إلزامية لتنصيب المحامي. شكرا. سؤال هذا مسؤول الملك أشغال موسى قضية خزانة. تفضل إخواني. الدولة تهتم بالأطر ديالها، لأن اهتمام الأطر هو اهتمام المواطن. إذا ارتأت المحكمة على الرغم من أني كوكيل ملك أحدث القضية على المحكمة يعني في الابتدائية، إذا ارتأت بأن الاختصاص لا ينعقد لها وإنما الأمر يتعلق بجناية أو شبهة جناية، يمكن أن تصرح بعدم الاختصاص وتحيل على محكمة السجن. كذلك السيد القاضي تحرير يمكن له أن يحيل على محكمة السجن بعدم الاختصاص. يعني تم افتتاحها في 9 نوفمبر 2021. أنا أود أن أقول لكم أن هذه المحكمة هي ثمرة نضال، ثمرة مجهودات حقيقية من طرف ثلة من رجال ونساء القضاء رئاسة ونيابة عامة وأطر وموظفي هيئة كتاب الضبط. هذه المحكمة تم تدشينها أو افتتاحها كمؤسسة سنة 1999، غشت 1999 بعد استرجاع إقليم وادي الدهب كمحطة تاريخية من تاريخ نضال المملكة المغربية لاسترجاع أقاليم المستعمرة. هذا آخر إقليم استرجع سنة 1999. تم إنشاء هذه المحكمة ليس في هذا المكان، في مكان آخر مررت معنا، وكان تلاوة البيعة من طرف رئيس المحكمة أمام المغفور له حسن التاني رحمه الله. هذا النضال نضال قضائي حقوقي متميز، ثمرته اليوم هو هذه المحكمة العتيدة العصرية الحديثة. هذه المحكمة اليوم هي أغلب موظفيها هم أبناء جهة الدخل والدولة، يتواصلون يوميا مع أبناء الجهة بنفس لهجتهم وأعرافهم وتقاليدهم، حتى هناك عدد من القودات أبناء منطقة المناطق الجنوبية يشتغلون إما بهذه المحكمة أو خارج هذه المحكمة. الأمر الثاني اللي أود هنا أنتم في التكوين، وأستغل هذه الفرصة أقول لكم الذي يحدثكم اليوم بمحضر السادة القودات وقادم ويحضر في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق التوأمة بين هيئة أكادير قلميم والعيون وهيئة المحامين بموريطانيا. دلالة ذلك لا يمكن للمحامي أن ينجح إلا بموازاة ومعية القاضي. أيها الحضور الكريم، كل بحسب صفته والاحترام الواجب لشخصه، إنه لمن دواعي السرور أن نستقبل اليوم برحاب محكمتنا وفدا مهما من هيئة المحامين بدولة موريطانيا الشقيقة. لقد ولجتم إلى وطننا الحبيب برا عبر معبر الكركرات، ولعلكم أنتم تلجون هذا المعبر استشعرتم الامتداد الإنساني لشعبين متحدين تجمع بينهما روابط عميقة تاريخيا ودينيا وجغرافيا واقتصاديا، وترتقي اليوم هذه الروابط لتكون روابط ذات أبعاد قانونية وحقوقية. ضيوفنا الأعزاء، وأنتم في طريقكم إلى مدينة الداخل الساحرة بجمال رمالها وشواطئها، وقفتم حتما على مسيرة النمل التي تعرفها صحراؤنا المترامية الأطراف، وسترون خلال مقامكم ببلدنا كيف تحولت مدينة العيون
إلى لؤلؤة مشعة تضاءي في ازدهارها أجمل حواضر إفريقيا. إنها الصحراء المغربية التي تستقبلكم حباً وإخاءً وكرماً، فلكم عظيم الامتنان وأنتم تتحملون على السفر من أجل صلة رحم بأشقائكم المغاربة. وكل الشكر والاعتزاز لما تبذلوه هيئة المحامين أكادير وغميم العيون من مجهودات جبارة من أجل تفعيل مبادئ الدبلوماسية الموازية خدمة للقضية الوطنية. ولقد صارت هذه الهيئة العتيدة شريكاً أساسياً لمحكمتنا منذ عدة سنوات في إبراز الدور المنوط بالفاعلين القانونيين خدمة للقضايا الوطنية الكبرى. أيها الحضور الكريم، إن هذه الزيارة كانت تندرج ضمن تنزيل مخرجات اتفاقية توأمة التعاون بين هيئة المحامين أكادير قلميم والعيون وهيئة المحامين في موريتانيا الموقعة بمدينة الداخلة. هذه الاتفاقية وقعت بمدينة الداخلة 9 نوفمبر 2021. فإن هذه الزيارة كذلك تحمل من الدلالات ما يجعله أكثر عمقاً في تداعياتها وأبعادها. إنها زيارة من أجل ربط الماضي بالحاضر واستشراف مستقبل أفضل للمنطقة المغاربية وتكريسا للامتداد الإفريقي الذي تنتهجه المملكة المغربية في علاقتها جنوب جنوب، كما أنها زيارة من أجل تجسيد السيادة القانونية والحقوقية للمملكة المغربية فوق ربوع الصحراء المغربية. فمرحبا بكم مرة أخرى في بلدكم التاني، ونتمنى لكم مقاما طيبا بين أخلائكم، وعاشت علاقات المغربية الموريتانية قوية متينة. استقبالكم اليوم يعني هو استقبال بمثابة عيد لنا. لماذا؟ لأنه يجسد في حقيقته التلاحم ما بين أمتين وشعبين، الشعب المغربي والشعب الموريتاني كإخوة يعني متحدين، وسيبقون منذ الأزل وسيبقون إلى يعني لا نهاية العالم متحدين إن شاء الله. نجوم اليوم كما قال السيد رئيس المحكمة في هذا القصر للعدالة الذي يعني تم افتتاحه في نوفمبر 2021، هو بمثابة رسالة قوية توحي باهتمام المملكة المغربية بالأقاليم الصحراوية، لأن ليس من السهل يعني أن يكون لمحكمة مثل هذا البناء الضخم، مثل هذا البناء يعني الساطع يعني بمكوناته بحضوره بجميع شكرا لكم على الحضور. هذا تعبير منكم على حبكم لنا، لأن لا يمكن أن تصل رحمة إلا من تحب، وأنتم وصلتم رحمنا، ومرحبا بكم يعني